شيخة عياد المطيري طالبة دكتوراه عقيدة ومذاهب معاصرة في جامعة أم القرى. فكرة الاختراع بدأت عندي بالقصص اللي كنت أسمعها عن الأذكياء، عن المخترعين، سواء الأذكياء في العائلة أو المخترعين تاريخيا أو يعني حاليا. بعدين بحكم عمل الوالد في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كان كثير ما يعني يرجع للبيت يتكلم عن إنجازات المدينة، الاختراعات اللي تسجلت في المدينة، والوالد مو مخترع، لكن كلامه وإعجابه، ويعني كبنت تحب له أبوها فأكيد طبيعي بتأثر، أبغى أسوي الشيء اللي أبوي يحبه. فكنت جدا جدا يعني منبهرة من انبهار أبوي، لدرجة أني وعدته وقلت له أنا أبي أسوي شيء تفرح فيه لك، أقصد يعني الاختراعي أنا بيكون له. قال لي طيب، وهو نسى يعني نسى وعدي، طفلة في أول ابتدائي يعني وعدها ما راح يهمه كثير، لكن أنا ما نسيت الفكرة الحين تدور يعني في ذهني إلين وصلت الثانوي. في الثانوي بديت أسجل في يعني في موهبة، وبديت أمشي خطوة خطوة إلين الحمد لله حصلت على البراءة، وقلت لأبوي إني أنا سويتها. طبعا هو ما كان فاهم إني أقصد الوعد، يظن إني سويتها إني جبت البراءة، لكن أنا كنت أقصد إني نفذت وعدي اللي وعدتك إياه في أول ابتدائي. كنت أشاهد فيلم وثائقي، وكان في الفيلم طائرة بحرية نزلت على الماء، ثم جاء طراد بحري أخذ الموجودين على الطائرة. فدرست أفكر ليش الطيارة تنزل على البحر، ليش السفينة ما تطلع على الجو. في البداية ما ضحكت من نفسي، حتى لما قلت للي حولي ضحكوا، يعني الكل ضحك، لكن بعدين وتركت. بس أنا من عادتي أكتب، كتبت الفكرة رسمت الشيء اللي جاء في ذهني ونسيت الفكرة سنة كاملة، إلى أن حصل حادثة غرق السفن كنت وقتها في الثانوي. فكانت الفكرة بدل ما كانت مضحكة تحولت إلى لها يعني إلى إنقاذ، يعني صار لها هدف. هنا بدأت أشتغل فعلاً، يعني إن الموضوع بالنسبة لي صار موضوع جداً مهم. فبدأت يعني أشتغل، بعدين سجلت في موقع موهبة وخدمة تخيل. خدمة تخيل كانت أول شيء الفكرة كانت اسمها سفينة طائرة، لكن الفاحص اقترح علينا أغير الاسم، السفينة في صالح حالة الطوارئ، يعني يكون أنسب لها، ويعني مشى معي خطوة خطوة إلى الحمد لله يعني في الجامعة حصلت على البراءة. أنا قبل موهبة أشبه ب يعني شخص ضايع في الطريق، يعني طرق كثيرة قدامي ما أدري وين أروح، لكن موهبة دلتني على الطريق، يعني مسكتني بيدي وخلتني أمشي أول خطواتي حتى الحمد لله وصلت إلى حصلت على البراءة. وصرت الآن مدربة وأقدم دورات في الاختراعات، يعني صرت أدل غيري، ففرق يعني أول كنت جاهلة والآن الحمد لله صار عندي معرفة، وكنت صرت أعرف وين أروح وكيف أجي وكيف أكتب براءات، ومع موهبة حصلت على براءة، لكن الآن الحمد لله عندي 3 براءات. عندي اختراعين ثانيات غير الاختراع اللي سجلته في موهبة، طبعا هذا الاختراع حصلت على براءة مع موهبة، أما الاختراعين الثانية، الواحد اللي هو كرسي متحرك المناطق الوعرة يعالج مشكلة عند المعاقين كيف تمشي عربتهم في مناطق وعرة اللي مثل فيها رمل، طين، أحجار. فهذه الفكرة حصلت الحمد لله فيها على براءة اختراع. الفكرة الثانية اللي هي بئر ارتوازي ذاتي الإنقاذ، أو نقدر نقول أن جوا البئر أدوات أو أشياء إنه ممكن تساعد الصائل يسقط إنه يطلع من غير ما يساعد أحد خارجي، أصلاً ما ينتظر أحد مباشرة يطلع. فهذا بعد يعالج مشكلة إنه يعالج فيها الوقت، يعالج فيها الجهد، أصلاً حتى ما تحتاج أي شيء يكلف حتى اللي ينفذه، فسهل وبسيط ودرجة الأمان فيه بإذن الله عالية من خلال البوابات اللي بتطلع اللي جوا البئر. قدم استشارات كثير يعني خاصة في تويتر، كثير يجوني مخترعين نفس يعني يذكروني فيني أول، يعني كيف وين نروح وين نجي. فكثير مخترعين دليتهم الطريق، أغلبهم كنت أدلهم على موهبة، خاصة الصغار. أنا حتى أقدم دورات للصغار، يعني اللي ابتدائي بثانوي متوسط، هذول أركز عليهم بزيادة. حتى لما كنت أطبق في الجامعة اكتشفت من طالباتي مخترعة، مسكتها يعني تابعت معها إلين سجلت في موهبة وكملت معاكم، وإلى الآن أنا متواصلة معها. كل المخترعين إذا حصل على البراءة كأنها فاتح شهية لما بعده،
فطبيعي أي أنا أتمنى بعد إني الآن أسجل 2 3 4 وأنتظرها متى أحصل على براءة الزيادة. حاليا معي طالبتين جامعة الإمام يعني كلموني اللي هم عمادة الابتكار الأستاذة بدر الفاضل، قالت لي دليهم بنات ضايعات، وفعلا ضايعات لدرجة واحدة محطة ملف وورد حقها وتقول لي ليش جاني تقرير إن أنا خلاص حصلت على البراءة، يعني بيوم ما تحصل على البراءة. فقعدت أتابع معاهم وقلت لها ادخلي موقع موهبة بتحصلين أشياء، يعني ادخلي حق اللي هو الهيئة السعودية للملكية الفكرية، استفيدي من الموقعين يعني مو أتركتين على واحد، شوفي دورات شوفي أشياء. عدليت أنا أعطيتها مقطع الدورة لي، فقعدت يعني مع حبة حبة سنتين مو واحدة سنتين، فقعدت حاليا بس. وكل ما جاء أحد يستشيرني عادي أنا ما عندي مشكلة، أنا أفيده بما أني أنا استفدت فأنا قاعدة أفيده، لأن أنا حاسة بالتجربة وفاهمة. ما أبالغ لو قلت 99.99% من اللي سمعوه ضحكوا علي، سفينة بطيرينها، ولدرجة صرت فاكهة المجلس، أي مجلس أجلس فيه أي هذا اللي بطير السفينة ويجلسون يضحكون. بس أنا ما كنت أرد عليهم، أنا مقتنعة أن فكرتي صح ولها هدف، فيقولون اللي يقولون ما كنت أسكت. ما أرد إلا مرة واحدة يمكن كل 10 جلسات أو 20 جلسة مرة واحدة أرد، ليش؟ إذا حسيت نفسي إن الثقة فيني بدت تزعزع هنا أرد، مو لهم لي يعني، أنا أرد على نفسي إن أثبتي ما لك دخل في كلامهم، هذا الشيء مفيد. فكنت أكلمهم كأني أقنع، بس أنا ما أقنع، أنا قاعدة أقنع نفسي. إذا رجعت ثقتي في نفسي سكت خلاص، خلي كملوا، أنا عندي هدف الحمد لله وصلت لهدفي. فاللي كانوا يضحكون علي الآن يفتخرون فيني، فما أضرني كلامهم. لاختبار السفينة في صلب حالة الطوارئ، في البداية تكون السفينة عادية، هذه المراوح ما تكون من ظاهرة، يعني تكون جوا السفينة. لما يصير حدث يكون في جزء واحد بالسفينة، يعني ما تكون السفينة كاملة أو نصف السفينة كلها. مثلا يصير في بداية السفينة جزء فيه مراوح، تطلع المراوح ينتقل ركاب إلى هذا الجزء اللي فيه المراوح حتى ما يغرقون، بعدين حتحلق المراوح ويطير الجزء مثلا قلنا مثلا الربع زين، ويبقى الباقي لا يصير عادي موجود لكن ما يغرق بعد. ليش؟ لان بتطلع وساده هوائيه من الاسفل ويتحول تتحول للجزء السفلي. السفينه هي كرفت البروائيه اللي هي فترتفع عن سطح البحر ويصير فيها هنا مروحه تخرج. فالجزئين مرتبطين الجزئين فيهم جي بي اس مرتبطين بالاقمار الصناعيه، يحدد اقرب ميناء، يجي تنبيه للميناء ان في سفينه على وشك غرق فتستقبلهم خبر السواحل، بالتالي يكون فرصة الإنقاذ أكبر وأسرع من سرعة الإنقاذ ومن استقبال خبر السواحل، بدل ما يقعدون مكانهم وينتظرون أحد يجي ينقذهم. هذه تصير سريعة لأنها تصير برمائية، وهذه تكون سريعة لأنها تكون طائرة. أنا صغيرة كنت أحب اللي كان يسموني هندية، أحب السكريب اللي هو فكات سكروب مفاتيح، أحب الأشياء هذه. صح ما كنت أجازف، بس لما تخرب لعبة يلا شغل وناسة، يعني قاعدة أفكك ما أصلح شيء بس أعرف وين خرب، بس أفكك أعرف وين خرب خلاص أنا أحس إني أنجزت ما أصلحها، لكن إني أنا مستانسة إني أنا وصلت لهذا الأمر. بعدين القصص اللي كانوا يقولون عن الأذكياء سواء قديما أو من العائلة أو أي مكان كنت أنا أفرح فيها، يعني أركز جدا وأحس إن أنا بصير منهم.